فين يا نوال؟ اتفضل. اهلا وسهلا يا استاذ جلال، اتفضل الحاج مستنيك. اتفضل مستنيين. رايح فين انت؟ انا اللي جايبك، تعالى هنا ما تخشش على بيتي. انا اللي جايبك. جايب انت؟ جايب كيلو مشبك. ما تسيبنيش يا جلال. ما تشبكش قوي كده. طب بقول لك يا جلال، يعني ممكن نتفاهم مع بعض؟ جلال هم خمس دقايق هيتكلم معاه وبعدين يندهلك. طب تعالى، حد قال لي هاته؟ انا اللي جبته. انت مين اللي اداك الحق انك تلعبي بحياتي بالطريقه القذره اللي عملتيها دي؟ ازاي قدرتي انك تخدعي صديقتك اللي وقفت جنبك في اصعب الظروف؟ ازاي قدرتي انك تستغلي ضعفي ومرضي وتلعبي بحياتي بالشكل الحقير ده؟ هو ده الحب في نظرك؟ انا هقول لك على كل حاجه. انا مراتك، حبيبتك يا ماجد. انت فاكره نفسك مراتي بجد؟ انت كدبتي الكدبه وصدقتيها فعلا. انا مراتي زهره، مش هيكون في غيرها في حياتي خالص، فاهمه؟ زهره؟ زهره دي انت لازم تنساها. زهره دي خاينه، ما بتحبكش. زهره اتجوزت، فاهم؟ اتجوزت وكانت حامل، فاهم ولا لا؟ زهره اتجوزت؟ اتجوزت مين؟ اتجوزت صاحبك وكانت حامل منه. لسه عايز تسيبني عشانها؟ انا فاهمك يا جلال. تفهمني ايه؟ اذا كنت بتقول لي انك جوز زهره، امال انا ابقى ايه؟ اسم الله عليك. انا بقى عايزك ما تبقاش حاجه خالص، عايزك ما تبقاش جوزها. بصراحه انا مش فاهمك يا حاج. انا اجيبها لك على بلاطه، تحب تاخد كام؟ انت بتقول ايه يا حاج؟ انا مش زبون، انا لا جاي ابيع ولا اشتري. بس انا بقى عايزك تبيع وتشتري، وهكسبك مكسب عمرك ما كنت تحلم بيه. بس انا لا مؤاخذه يا حاج، ما عنديش حاجه ابيعها. يا سيدي انت مش هتبيع بالمعنى يعني بتاع البيع والشراء. صراحه كده انا عايزك تسيب لي زهره، ام ابني ابو اليسر اللي طول عمري بترجاه من الدنيا. عايز ارجعها بقى، وارجع الواد، وارجع الميه المجاريها زي ما بيقولوا. الكلام اللي بتقوله ده يا حاج، انت عايزني اسيب لك مراتي حبيبتي؟ طب بأمرت ايه؟ بأمرت الفلوس اللي حدها لك. لا لا مؤاخذه، انت جيت في عنوان غلط يا حاج. انا بقى ما عطلكش. استنى بس يا اخي. الله، مالك حمقي كده؟ تقعد بس، اقعد، ما تبقاش خلقي كده. كلام برضو اخد وعطى. انا لسه ما قلتلكش كل اللي عندي. هتقولي تاني يا حاج بعد كل اللي قلته؟ دي ما استحملتش طول كام شهر بعد ما قالوا لها ان بعد الشر انك جرى لك حاجه، وراحت استلمت جثه بعد الشر على اساس انها جثتك، وبعدها اخذت تعويض جامد قوي من شركه الطيران، وبعدين نسيت وراحت اتجوزت بذمتك. دي واحده تستاهلك برضه؟ ده ما يديكيش الحق انك تعملي المؤامره اللي عملتيها دي. مؤامره؟ انا انقذتك من اللي انت كنت فيه. انت كنت تايه مش عارف حاجه خالص. ويا ريتني فضلت تايه ولانيش اكتشف عمايلك وكذبك وخداعك. انا ما يخشش دماغي الكلام ده. انت لا بتحبها ولا حزنون، انت طمعان في فلوسها. ما كفايه بقى يا حاج ونقي ملفظك، انا راجل عندي كرامه. وكفايه بقى الكلام اللي انت عمال تقوله لي من الصبح ده. يا ابني اسمع كلامي، مش هتقدر تاخد منها حاجه. زهره دي ست واعيه، خليك معانا تكسب. انا حبسطك على الاخر. ريح نفسك يا حاج. انا راحتي بقى انك تسيب لي زهره. هو انا بقى قلت لك مش هسيب زهره ومالكش عندي كلام تاني؟ انت على طول مستعجل كده. احنا لسه خلصنا كلامنا. ده بعد كل اللي قلناه لما خلصناش كلامنا؟ ده احنا لو كنا بنتكلم في قضيه تحديد النسل كنا لا مؤاخذه حددناه. انت حمقي ليه كده؟ امر يا حاج. حاضر. خليل اتفضل، خش الحاج جوه. ما تدخلش حد لما اقول. انت من غيري كنت هتبقى ضايع، ما كنتش هتلاقي اي صدر حنين ترتاح عليه. لولا اني قابلتك كنت هتقعد شهور وايام لوحدك، يا اما تشتغل جرسون في شرم الشيخ ويستغنوا عنك لما يخلص موسم السياحه. لكن انا خدتك وخفت عليك من البهدله، لاني بحبك طول عمري بحبك، وياما دعيت ربنا اني اتجوزك وربنا استجاب لدعائي. هتيجي انت يا ماجد بعد ما ترجع لك الذاكره
تسيبني تظلمني بدل ما تشكرني كده حرام، والله العظيم كده حرام. انت اللي ظلمتي نفسك وعايشتي نفسك في وهم. انت قبل ما تخدعيني او تخدعي اعز صديقه ليكي خدعتي نفسك في اللحظه اللي افتكرت فيها ان انا ممكن احساسي يستمر ناحيتك بعد ما اكتشف الحقيقه او ترجع لي الذاكره. ماجد انا بحبك، والله بحبك بجد. اللي بيحب يا نوال عمره ما بيخدع اللي بيحب. الحب مش انانيه ونفاق، الحب حاجه تانيه خالص. انت استغلتي مرضي وضعفي علشان تعيشي احساس عمره ما كان ليكي ولا هيكون ليكي في يوم من الايام. ما تتكلم يا خليل، اختك اللي بتحب الاخ ده. سكت ليه؟ عايزني اقول الحق يا حاج ولا ابن عمه؟ الحق طبعا. تحب احلفك على المصحف؟ لا ما تحلفنيش على المصحف، انا هقول الحقيقه. في الحقيقه اختي من ساعه ما رجعت من بورسعيد وهي كرهت المدينه الحره ومش طايقه تبص بخلقتها. خلقت مين ياض يا خليل؟ خلقتك انت، خلقتك انت. انت يا جلال عاوز ايه؟ عايز بعد ما تضرب اختي وتطلعها تيجي من بورسعيد تقول انا بدوب فيك يا جلجل؟ انا بقى عمري ما مديت ايدي عليها. مش هي اللي طلقتك؟ ازاي يا حاج كرامتك تسمح لك تحب واحدة هي اللي طلقتك؟ كنت عايزها تعمل ايه؟ ما هي معذورة برضو. انا لفقولي قضية مخدرات ورموني في السجن 15 سنة. كنت عايزها تستناني 15 سنة؟ الكلام ايه اللي بتقوله ده؟ لما انت حكموا عليك ب 15 سنة، امال انت هنا ازاي؟ ولا عملت الدنيئة وهربت من السجن يا حاج؟ لا يا حبيبي انا مش لومانجي. انا لو كنت هربت زي ما انت بتقول ما كنتش لقيتني قاعد في الهيلمان ده. انا راجل شريف وبريء، محكمه الاستئناف برئتني ورجعت لي مراتي كمان. مراتك ده ايه؟ انت بتعرف تقرا يا حجيج؟ خد الورقه دي يبقى اقراها كويس ويا ريت تحتفظ بيها، ولا اقول لك وانت قاعد على المكتب كده تتسلى وتبروزها وتحطها قدام عينيك. شوف بقى، انا هجيب لك من الاخر. انا هكتب لك شيك على بياض وانت حط الرقم اللي يعجبك. انا مش هجادل معاك يا حاج. يبقى استبينا. طب اديني مهله فكر. هما يومين بالكتير، والا هتندم وهتخسر الجلد والسقط زي واحد غيرك عملها قبل كده. انا خايفه قوي حمزاوي بيه. خايفه من ايه؟ انت مش رتبتي امورك كويس وحولتي فلوسك؟ خايفه اطلع المطار يقبضوا عليا. مين ده؟ مين ده اللي يقدر يعمل كده وانا موجود؟ ما حدش يقدر يمس شعره واحده منك. انا حدي تعليماتي انك تطلعي معززه مكرمه لغايه لما تقعدي على كرسيكي في الطياره، وحوصي ناس كمان يوصلوكي لغايه باب الطياره. ربنا يخليك لي يا حمزه ودي. انا مش عارفه من غيرك كنت ممكن اعمل ايه. من غيري؟ هو في اي حد غيري كان ممكن يقدر يعمل لك حاجه؟ بس انت تستاهلي كل خير. وقال ايه اللي اسمه فريد اللي ما يستاهلش دفرك عايز يسجنك؟ شكلي انا اللي هسجنه. صراحه كده خليل انا مش عاجبني الحوار اللي حصل بيننا وبين الراجل اللي اسمه الحاج فرج ده. انت اللي مش عاجبني على فكره. ازاي ده؟ ايه في ايه؟ ازاي تجيلك لقمه مشفيه لغايه عندك وانت ترفضها وتقدر تقول له استنى افكر واعمل وبتاع؟ ازاي يا جلال؟ انت مالك محموق قوي كده وعملت دافع عن الراجل؟ كنش الحكايه وراها سبوبه؟ سبوبه؟ انا يا جلال؟ انا بتاع سبوبات؟ الفلوس مش اهم حاجه في حياتي. فلوس كل حاجه في حياتي بس مش للدرجات. امال مالك داخل حامي وسخن قوي؟ هقول لك الحقيقه اللي مش عايز اصدمك بيها. اختي زهره، أختي الزهرة، لو أنا شايفها رايداك وعاوزاك كنت ساعدتك وكافحت إنها ترجع لك. لكن لو رجعت لك هترجعوا تتخانقوا مع بعض تاني وصدقوا يوصل الشارع تاني وهتبهدلوا بعض تاني. يعني أختك تعيش في العز والنعيم والهنا ده كله على قفايا أنا؟ قفاك إيه بس؟ أنت قفاك كنز قد كده. إنما ما شاء الله قفا الحاج ده
وماشى عريضة العرض عرضين كده. طب أنا عايزك تركز معايا كويس، أنا عايزك تتقل وتخف على الراجل اليومين دول لحد ما أنا خطط له وتكتك له، وهنقلب منه تقليبة جامدة قوي وأطلع لك منها نسبة تعجبك. كلام رجالة جلال؟ وأنا حلت إيه غير كلام الرجالة يا خليل؟ طب بس خلي بالك، قول لرجولتك بقى ديت ان الحاج مديها يومين عشان تفكر. لا ما انا خلاص بعد ما شفت الهيلمان اللي هو فيه انا فكرت خلاص. طب مستني ايه يا جدع؟ وبعدين معاك يا خليل، ما قلت لك ما تبقاش خفيف واتقل. امال ماجد انت بتعمل ايه؟ زي ما انت شايف هتسافر وتسيبني يا حبيبي ماجد، انت مالكش غيري. بالعكس يا نوال، ورايا ماضي كبير، ماضي في ابني ومراتي واختي وكل الناس اللي بتحبيني. الناس دي تخلوا عنك يا ماجد، انا عايزك تنساهم. هو انت حبيبي مش كنت عايش معايا مبسوط؟ طب افتكر كل الايام الحلوه اللي عشناها مع بعض. للاسف يا نوال، الايام دي وهم ملوش وجود في قلبي، لانها اتبنت على كذب. انا مش عايز افتكرها، انا بقيت عايز افقد الذاكره لكل يوم عشته معاكي. ماجد ابوس ايديك، ما تقولش الكلام ده. انت نفسك كنت بتقولي انك انت بتحبني وعايش مبسوط معايا. طب اعتبر نفسك انك اتولدت من جديد. أنا فعلاً اتولدت من جديد. أنت ناسي إن عيد ميلادي النهاردة؟ خلاص يا حبيبي، إحنا نحتفل بيه سوا، وبعد كده نسافر وننسى كل حاجة ونبتدي من أول وجديد. أيوة، نبتدي من أول وجديد. فوقي بقى يا نوال، فوقي بقى من الوهم اللي أنت حاطة نفسك فيه. فوقي. ماجد! ماجد أنت رايح فين؟ متسيبنيش؟ أنا بجد ما أقدرش أعيش من غيرك. أبص رجلك يا ماجد، أنا ما أقدرش أعيش من غيرك، والله ما أقدرش أعيش من غيرك. اتلف راحك ماجد، ماجد ما أقدرش أعيش من غيرك. هتوحشيني قوي يا بنتي، مش عارفة هشوفك تاني ولا لا. ما تقوليش كلام ده يابا، ان شاء الله هشوفك بخير. مش انت قلت ان انا مش راجعة تاني؟ ربنا يكرمني بإذن الله ولا يحل المشكلة اللي انا فيها ديت. يلا يا زهرة كده تتأخر على ميعاد الطيارة. هو فوزي جاي معاكي؟ لا انا فوزي هسيبه هنا بس لحد ما يصفي لي كل حاجة، وبعدين يجي لي على هناك. اوعى تقول لحد ان انا مسافره يابا. وانا يا بنت اعرف انت رايحه فين؟ كده احسن يا حاجه، احنا مش عايزين حد يعرف هي مسافره فين، وخصوصا خليل. هبقى يديني مرتبه كل شهر. حاضر. انت يا ست كل اطمني، كل اللي انت عايزاه موجود. بس الولاد يا صاحبي، الولاد هيوحشوني قوي قوي. خلاص بقى يا جماعه، بقى احنا لو قعدنا قدام المشاعر دي مش هنخلص. الطياره هتسافر وتوصل بلدها واحنا لسه هنا بنودع بعض. يلا يا زهر. جايب يا ابا. يلا يا زهر. يجعلك في كل خطوه سلام يا بنتي. مدام زهرة، ممكن الوزبرات؟ ليه؟ انا من طرف حمزاوي بيه. اتفضل. مرسي قوي. سلام. وبعدين يا متر اخرتها ايه يعني؟ انا مش فاهم انت قلقان ليه يا حاج؟ كل ما في الامر النيابه عايزه تتاكد من صحه البلاغ اللي قدمه الزوج الرابع. يعني لو ثبتت صحته
زهرة هتتحبس؟ طبعا يا حاج، دي جناية. جناية؟ يا ساتر استر يا رب. امال ايه يا حاج؟ دي عقوبتها بتوصل لسبع سنين وممكن 10 لو ثبتت إدانتها. يعني هيستدعوا زهرة هي كمان عشان يحققوا معاها؟ ايوه يا حاج، لازم تحضر وتبرر اللي حصل، والا موقفها هيبقى صعب جدا. لا يا متر، ما ينفعش الكلام ده. دي زهرة دي أم ابني الوحيد أبو اليسر. أنا مش عايزها تتحبس، مش عايز الواد لما يكبر يعرف إن أمه رد سجون. ما نسبقش الأحداث يا حاج، نشوف هي هتقول إيه في التحقيق الأول وربنا يسهل. الحمد لله على السلامة يا فندم. ما تقلقيش، الأولاد في العربية اللي ورانا والسواق عارف الطريق. الحمد لله. أنا آسف. الله يسلمك. لا ولا يهمك يا فندم. تليفون ولا تليفون؟ لا تليفون. ده حمزاوي بيه. ألو. أي حمزاوي بيه. أيوة زهرة هانم. قبلك إبراهيم رشاد؟ إحنا اضطرينا للبيت. عايز تكلمه؟ أوكي هو معاك. ايوه ابراهيم بيه. بقولك ايه، مش هقصيك بقى على زهرة هانم، انا عايزك تعتبرها زي اختك بالظبط. اطمن يا حمزاوي بيه، انا عامل لها ترتيب كويس قوي. ده أرقى حي في لندن، معظم رجال الأعمال المصريين ساكنين هنا. تحفة. أمال أنت ساكن فين؟ أنا بعديك بثلاث بيوت هناك، هنا قريب منك أوي. طب كويس، الواحد يحس بالأمان برضو. اتفضلي فرج على البيت. اتفضلي. ده الجراج بتاع العربية؟ حلو قوي البيت، صغير كده ومحندق. تسلم ايدك. هو حضرتك اول مره تيجي لندن؟ للاسف اول مره. مع انك يعني سيد اعمال كبيره وليكي نشاط واسع. سافرت حتت كتير قوي بس اول مره اجي لندن. عموما هنا في فرص شغل كتير قوي، لما نقعد مع بعض هفهمك كل حاجه. انا تعبتك معايا. يلا هنا. الجنينه هنا شكلها فظيع، حلو قوي. في الشتاء التلج اكيد في الصيف تبقى احلى. الولاد طلعوا فوق على جري. الولاد ده بره بقى على ما يجهزوا البيت. خلاص اوكي مفيش مانع. مش ناخد الاولاد معانا؟ لا والنبي، هيعملوا دوشه، خليهم نايمين. خليهم انا بس هطمن عليهم قبل ما نطلع. ها تقبر قلبي. ماشي تقبر دي حبيبي، انا اشتقت لك كتير. يا الحمد لله انا شفتك بخير، نشكر الله. قولي لي يا حليمة، هي حقيقي زهرة اتجوزت بعد حادثة الطيارة اللي حصلت لي على طول؟ هي حتى ما استنت حكم المحكمة والنقض، على طول طلبت الطلاق واتجوزتك. جوزتني؟ نقض ايه اللي بتتكلمي عليه؟ محكمة النقض يلي حولت قضية الحج للمحكمة والاستئناف. استئناف ايه يا حليمة؟ أنا بكلمك عن حاجة تخصني وأنت بتكلميني في موضوع الحج. يا حبيبي أنا بس بدي أكشف لك بأنه هاي المرأة لا في عندها وفا ولا إخلاص. أنت شفت بعينك الحج شلون كان عم يعاملها. جاوبيني على سؤالي لو سمحتي يا أختي. أنه سؤال حبيبي؟ هي فعلا اتجوزت صاحبي فريد بعد الحادثة على طول؟ أي تقبرني، اتجوزته.
بعد قد ايه من الحادثه؟ انا اللي بعرفه ومتاكده منه بانه قبضت التعويض وبعدين اتجوزته، بعدين اخذت التعويض كله لإلها، مع انه انا بيطلع لي منه نصيب. الكلام اللي انت بتقوليه ده يا حليم مش عيب الكلام اللي بتقوليه ده؟ تعويض ايه؟ تعويض ايه؟ انا مخلف منها مروان، ومروان هو اللي يستحق التعويض. والله معك حق تقبرني. بصي يا حليمه، انا مش عايزك تقولي عنها كلام وحش خالص. اللي انا عارفه متاكد منه ان زهره حبتني حب ما فيش واحده بتحبه الراجل. حبيبي هي كانت عم تخدعك مثل ما خدعت غيرك. المهم حبيبي هلا شلون مرتك؟ انا شفتها بتحبك كتير. انا سبتها خلاص. ليش تركتها؟ عشان خدعتني، كذبت عليا، منعتني عن كل الناس اللي بحبها، دي حتى منعتني عنك يا اختي. حبيبي مرتك ما غلطت بشي، مرتك اتجوزتك بعد ما زهرة اتجوزت صاحبك. انا خلاص ما بقتش عارف حاجة يا اختي، انا حاسس نفسي تايه، حاسس نفسي ضايع، ما بقتش عارف مين الصادق ومين الكذاب. علشان كده انا لازم اقابل زهرة وافهم منها كل حاجة واعرف هي عملت كده ليه. اكيد عندها المبرر، اكيد. انا واضح ان انا اكلت كتير قوي. ما قلتيش يا زهرة هانم، يا ترى البيت عجبك؟ انا لقيته مخصوص اني كنت حاسس انه هيليق بحضرتك. عجبني قوي. ايجاره كام في الشهر ده؟ لا بسيط، 3000 جنيه. ايه ده؟ 3000 جنيه مصري؟ مصري ايه بس؟ لا طبعا، 3000 جنيه استرليني. استرليني قلتلي. طب افرض بقى انا حبيت اعيش هنا، لو حبيت اشتري لي يعني الفيلا ديت تكلفني كام؟ لا لا بثمن مناسب جدا، 750 الف جنيه استرليني بس. ايه؟ ممكن يتقسط وممكن جدا. انا دلوقتي بس اتاكدت انك هترتاحي معانا هنا في لندن قوي. قول يا رب. بقول لك ايه، انا هسيبك بقى كام يوم تستريحي، ولما تحبي تقابلي رجال الاعمال قولي لي اخد لك منهم مواعيد. لا 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 لا، قابلي رجال الاعمال والشغل والحاجات دي كلها، عايزه اشوف لندن دي حته حته، نفسي اخرج من القرف اللي جوايا ده. انت مش ناويه بقى تستريحي خالص كده؟ استريح ليه؟ انا مش تعبانه، انا الحاجه الوحيده اللي ممكن تتعبني عدم الشغل. برافو عليكي، هو ده كلام البيزنس المظبوط. اتفضلي يا هان. ليش يا خليل؟ عملت ايه مع الواد ده؟ يا ترى سبعه ولا ضبع؟ الواد ده ضارب في العليوي قوي يا حاج. يعني ايه ضارب في العليوي؟ بيقول فلوس زهره تبقى فلوسه. فلوس زهره؟ ده عايز بقى يعني يكوش على ثروة اختك؟ قلت لك يا حاج الواد ده مش سهل ابدا. وعايز مني كام بالظبط؟ انا عرضت عليه لغايه 5 مليون قال يفتح الله، تحس ان انا ببيع له طين شوكي. قول لي الواد ده حالته الماليه ايه بالظبط؟ ده جامد، الواد ده جامد، باين عليه كده روش، لابس لبس حلو قوي، وقاعد في القنده كده مش عارف كام نجمه كده على النيل. وايه يعني؟ لا ايه يعني ايه؟ اللي يقعد في القنده لازم يبقى قلبه ميت. خلاص زود له المبلغ. كام يعني؟ يعني يوصل معاه 7 مليون. 7 مليون؟ ايه ولاد الهرمه دي، الملايين عماله تتبعتر قدامهم وقلبهم جامد ليه كده؟ بعيد عنك، الجشع والطمع مالي قلوبهم. نفسي يا حاج اتكعبل في جوازه زي دي، ان شاء الله يتعرض عليا 235,000 جنيه. بالك انت يا واد يا خليل، لو خلصت لي الموضوع ده انا هبسطك على الاخر. طب عمال ما خلصتك الموضوع ده بقى يا حاج، شوف لنا تصبيره كده. انت واد ما بتشبعش، كل شويه عايز تصبيره. انا عايز شغل مش عايز اوانطه، ومع ذلك ماشي. وانت خارج عدى على الحسابات اخليهم يدولك تصبيره. ربنا يخليك ليا يا حاج، ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا. وان شاء الله باذن الله زهره اختي دي هتبقى من حدك ونصيبك، والجدع اللي اسمه جلال ده يتوكل على الله على المدينه الحره بورسعيد يبيع لبان في المعديه. وبعدين بقى الحكايه كل مدى بتتعقد. ايوه يا ابني هات لي شاي. اه يا بنت الحراميه، انا عارف مين اللي هربك.
ايه اللي جاب ده هنا؟ وهو ليه ايه عند زهرة؟ الحب يا حجي الحب. حب؟ حب ايه العبيد ده؟ هو مش عارف انها جوزت صاحبه من بعديه. ما نقدر ان يصدق. خلاص اذا كان مش مصدق يروح يسأل صاحبه. وعلى العموم بقى جوازته هو وصاحبه من زهرة طلعت في شنك. هي كمان كانت متجوزتك يا حجي، وبيقولوا انه كان في لها جوز قبلك. لا اللي قصدك عليه ده انا خلاص هخلص معاه قريب. خلص معاه ولا تخلص عليه؟ هلا كل هذا اللي عم تعمله مشان وحده ما صدقت ايه ما دخلت السجن وراحت طلبت الطلاق؟ خلص عليه ده ايه يا ولية؟ وانا رئيس عصابه؟ انا قصدي يعني حديله قرشين ويطلقها ويخلع. خلص بقى يا حجي، بكفي اللي عم تعمله فينا. شو انا وفهيمه مانا معبقين عينك يعني؟ انتوا اساسا ما تملوش عين حد. الغلطه الوحيده اللي عملتها في حياتي اني جوزتكم. كان يوم منين وما تهفيت في عقلي وجوزتكم. والله نحن يلي اتجنينا وتجوزناك. انا اللي هربتها؟ انت جننت يا ولد انت؟ ازاي تتهمني الاتهام الخطير ده؟ هيكون مين غيرك يعني اللي هربها؟ حد قالك بقى ان انا متعهد تهريب حراميه اللحمه بره البلد؟ والله الناس عارفه ان انت تقدر تعمل كل حاجه، وزهره ما كانش ينفع تطلع بره البلد بالسهوله دي بعد قضيه تعدد الازواج اللي لسه ما اتحكمش فيها، وبعد القروض اللي لهفتها من البنوك، الا بقى لو كان في حد ساندها. وانا بقى اللي ساندتها؟ ها ليه؟ هي البلد فوضى؟ ما فيهاش قانون؟ ما فيهاش رقابة؟ وكان فيها اللي بتقول عليه ده ما كانتش ناس كتير هربت قبل كده. انت بتصدق نفسك بس، وبتصدق الإشاعات اللي مالية البلد. لعلمك بقى هما اتنين تلاتة بس اللي قدروا يهربوا. ودول بقى بزهرة ولا زهرة رقم أربعة؟ اقعد بقى واهدى وركز كده، وما تبقاش تنطط زي فرقع لوز. ما تبقاش أهبل وعبيط. أنا مش أهبل ولا عبيط. أنا هرشكو في اسكو وعارف كل اللي بيحصل. أنت لو ما كنتش أهبل وعبيط كنت قبلت ال 10 مليون جنيه اللي عرضتهم عليك. 10 مليون ده ايه؟ ده هربانه من البلد معاه 400 مليون، هاخد انا 10؟ يعني انت اللي كنت خدتهم من البنك؟ لا، بس انا اللي معرفها عليك، ولولا الاراضي اللي انت خصصتها لها عشان تبني عليها القرى السياحيه ما كانتش البنوك فتحت لها خزائنها. زهره هانم سيده اعمال كبيره واسمها كبير. انما انت مين؟ واسمك ايه؟ يلا بقى لو سمحت عشان عايز اتعشى. يعني انت تتعشى وهي تتغدى وانا ما افطرش؟ انا هطلع من الموضوع ده من غير مصلحه؟ الكلام ده تقوله لنفسك، ولو سمحت بيتي ده ما تجوش هنا تاني. انت طبعا عارف مركزي. عارف يا حمزه وبيه كويس قوي، بس يكون في علمك بقى لو زهره ما رجعتش وانا خدت منها حق تالت ومتالت انا هفضحكم وهقول كل حاجه بالهنا والشفا. لا انت زودتها قوي. يلا والله لو اقول لامك. جاي تاني ليه يا غراب البين انت؟ بقى انت يا وقت بقى عارف ان اختك هربت بره مصر وما تقوليش؟ والله العظيم يا حاج ما اعرف ان اختي طلعت بره مصر. دي كل مصر عرفت انها هربت، وانا اخر واحد عرفته من الجرايد. يا سلام، يعني امك قالت لمصر كلها وما قالتلكش؟ انا مش شفتش ماما بقالي اسبوع. ماما؟ طب يا حبيبي بتاع ماما، خد بالك يا حاج من العيله دي عيله لبط، لا هتاخد معاها لا حق ولا باطل. ليه كده يا استاذ منتصر؟ ليه كده؟ ما تخليك محضر خير يا اخي، انا بحبك. خير ايه؟ وانتوا يجوا من وراكوا خير؟ الاستاذ منتصر عنده حق. عنده حق في ايه؟ طب ايه رايك بقى يا حاج، انا جايب لك النهارده سر هتفرح من قلبك قوي. ايه صاحبك الاونطاجي ده عايز يلها في قرشين تاني؟ ما خلاص بقى، انا هطول اختك فين بعد كده؟ لا يا حاج انت ممكن تطولها، وبعدين انا جايب لك السر اللي هقولهولك ده عشان تقول للاستاذ جلال ودع هواك وانساه وانساني وبقى قابلني لو شفته تاني. طب ده انت عاوز ايه بالظبط؟ ها؟ ايه؟
ازاي؟ انت متأكد؟ الا متأكد يا حاج، بقول لك انا اللي عملتها بنفسي، بس عشان خاطري ما تجيبش السيره لحد. والجدع اللي اسمه سبع البرومبا دوت اللي اسمه جلال، خلاص مش هيطول منك ولا ملي. لو انت فاكر ان اختك هتعتب بره مصر تاني، ولو ما عتبتش يا حاج عتب لها هناك في البلد اللي هي فيها. خد طيارتك وروح اتفاهم معاها هناك وحل الموضوع من بره. بره تعرف فادي خليل، اول مره تقول كلام يجي منه فايده. ايوه بس عايزك بقى تشوفني المره دي كويس. ماشي انا حبسطك، بس عارف بقى لو كلامك ده طلع في شنج زي كل مره، المره دي الدبان الازرق مش هيعرف لك طريق جره. عيب يا حاج، وانا انسى ده انت سمعتني اغنيه عبد الحليم حافظ كلها ان اجرك. طيب روح عد على الحسابات وانا هخليهم يصرفوا لك قرشين كويسين. جامع يا حاج، غور بقى من قدامي قبل ما ارجع في كلامي. لا على ايه؟ الحسابات. ايه يا حاج الواد ده وشوشك؟ قال لك ايه؟ فريق اصحى يا حبيبي. عارف مين مستنيك برا؟ قوم. هيكون مين يعني؟ بابا نويل. ماجد صاحبك. ايه ماجد؟ ايه يا ماما؟ يا ماما كنت تقولي ان انا مسافر ولا حاجه؟ ما انت ما نبهتنيش يا حبيبي. مش ايه ودي محتاجه؟ ماجد ازيك يا فريد؟ ازيك ايه؟ انت ماجد بجد؟ امال مين اللي واقف قدامك؟ طب ازاي؟ ده انت طلعت لك شهادة وفاة. ده انا في ناس قالوا لي ان هم شافوا واحد شبهك وانا ما صدقتهمش. هصدقهم ازاي يا ماجد؟ ده انا حاضر جنازتك ودفنك بايدي. ايه دي حكاية طويلة بقى. طبعا مش هقدر احكي لك كل تفاصيلها، اصل انا كنت فاقد الذاكره يا فريد ورجعت للحياه من يومين، بس ما كنتش عارف انا مين. كان ممكن اي حد يسميني اي اسم او يرمي لي اي شخصيه وهصدقه. طبعا الحمد لله على السلامه يا ماجد. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. طب انت كنت فين المده دي كلها؟ كنت عايش مع مراتي في اسكندريه. اتجوزت؟ اتجوزت. هي مش مراتي، ام ابني اتجوزت كمان. مراتك ام ابنك مين؟ زهرة. بتحب اقول لك اتجوزت مين؟ انت ما تعرفش الظروف اللي اتجوزنا فيها كانت عامله ازاي. اتجوزت اعز اصحابي. مش احسن ما كانت اتجوزت الغريب؟ انا حتى قمت بالواجب يعني. وبعدين بقول لك شهاده وفاتك كانت في ايدي يا اخي، وكنت بجري على الشركه عشان اجيب لها التعويض بتاع وفاتك كمان. قول لي يا فريد، انتوا اتجوزتوا بعد قد ايه من اعلام موتي؟ لا تفرق في ايه يعني؟ المهم ان احنا اتجوزنا بعد ما طلعت لك شهاده الوفاه، وبعد ما هي وفت شهور العده كمان. يا راجل ما كنتوش قادرين تستنوا ولو كام شهر؟ استنى ليه يا ماجد؟ انت مش متخيل حاله زهره النفسيه كانت عامله ازاي. انا ما شفتش واحده حزنت على جوزها بعد ما مات زي ما هي حزنت عليك الله يرحمك. ده احنا كنا طول شهر العسل ما لناش غير في سيرتك يا اخي. اوه فيك الخير والله. تصدق انك ريحتني بالكلام ده؟ اوه يا ماما، يا ماما تعالي احضرينا بقى. ايه يا فريد؟ في ايه؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ اللي انتوا بتتخانقوا عليها دي خلاص لا بقت مراتك ولا بقت مراته. انا لسه ما طلقتهاش. يعني انا اللي طلقتها؟ يا عم انت مت من زمان وخلصتنا. وخلصتك؟ امال مين اللي واقف قدامك ده؟ ما هي سافرت، ويعلم اذا كانت هترجع تاني ولا لا. انا وراها والزمن طويل. يا سافرت فين يا فريد؟ ما اعرفش، وحتى لو اعرف مش هقول لك. وبعدين حتى جوز عمتي مش راضي يقول لي. جوز عمتك؟ وايه دخل جوز عمتك في الحكايه؟ يا عم انت مالك ومال جوز عمتي؟ احنا احرار في بعض. انا عايز اعرف التعويض اللي صرفته شركه الطيران كان كام؟ رخص عليك يا ماجد. تعويض؟ وانا اللي فاكرك جاي عشان صاحبك وحشك اتاريك جلده جاي تاخد نصيبك؟ لا يا فريد انا مش جاي اخد نصيبي، انا بسالك على التعويض عشان ارجع الفلوس للشركه وارجع لشغل تاني. لا تاكل هم يا ماجد، انا رح اجيب لك مصاري لبين ما انت ترجع على شغلك. لا مش عايز فلوس يا حليم، مش عايز الحاج يزعل منك لو عرف. ليش حبيبي بده يزعل؟ هدول المصاري تبعي انا. حتى لو كان انا مش عايز فلوس، مش محتاج فلوس خلاص. لك يا حبيبي هدول المصاري انا مجمعتهم. يا حليمه خلاص قفلي على الموضوع، انا مش محتاج فلوس. وبعدين بصراحه انا بفكر اسافر برا اقابل زهره، في حاجات كتير عايز افهمها منها. انت لساتك بتحبها يا ماجد؟ انا مش هكدب عليكي،
آخر حاجة كنت بفكر فيها لما فقدت الذاكرة كانت زهرة، وأول حاجة افتكرتها لما رجعت للذاكرة برضو كانت زهرة. ما تنسيش إنها والدة ابنك. ليش وينه ابنك؟ والله أنا جاء على بالي شوفه. هي حتى لما كانت تيجي لعنا زيارة ما كانت تجيبه معه. حد منكم يعرف سبب عدم حضور المتهمة الزهرة على الله مرزوق زوجة كل واحد منكم؟ أنا كل معلوماتي سعادتك إنها سافرت برا مصر، لكن برا فين الله أعلم. كل الجرايد يا باشا بتقول إنها هربت، بس برضو محدش يعرف فين. لمت شوية فلوس ويا فكيك، أنا مش فاهم إزاي تطرح من المطار أساسا. هي أصل شغلها يا فندم بيقتضي إنها تسافر برا كتير. عموما أنا جبت معايا عنوان جوزها الثالث عشان تدخلوه معانا في القضية. بناء على ما تقدم وبعد الاطلاع على المستندات التي تؤيد صحة كلام مقدم البلاغ، أمرنا نحن رئيس النيابة بضبط وإحضار زهرة على الله مرزوق وعرضها علينا. اتفضلوا امضوا. فهمني بقى يا متر، دلوقتي هيعملوا ايه مع زهرة وهي مسافرة برا؟ لو كانت في بلد ما فيهاش اتفاقية تسليم مجرمين او ناس على ذمة قضايا هيبقى صعب احضارها الا من خلال الانتربول، وكده زهرة هتفضل هربانة على طول. طب افرض انها فضلت هربانة على طول هيكون الوضع ايه؟ هتاخد حكم غيابي، دي جناية يا حد، وللأسف عمر العقوبة ما هتسقط عنها بمضي المدة طول ما هي هربانة برا مصر. طب نفرض انها رجعت بعد ما يحكموا عليها؟ المحكمة هتعمل لها حاجة اسمها إعادة إجراءات، يعني هتتحاكم من جديد. بقول لك يا متر، أنا مش فاهم حاجة من اللي بتقوله وما يهمنيش إن أفهم. أنا كل اللي يهمني إن زهرة تطلع براءة ما تتسجنش، ولازم تعرف إن اللي بتعمله لزهرة كأنك بتعمله لي أنا تمام، واللي هتطلبه هتاخده. خلينا بقى نتكلم بصراحة. اتفضلي. أنا بالنسبة لمصر مش هقدر احول اي فلوس، لو اي مليم دخل هناك هيحجزوا عليه طبعا في البنوك. طيب تقترحي ايه يا مدام زهره؟ يعني كنت بفكر اعمل اي مشروع هنا في انجلترا او اي بلد تاني، ايه رايك؟ من غير ما توزعيها في مصر؟ طبعا مش هوزعها في مصر، بس صعب اي حد هنا يديك سلعه تاخدي توكيلها يعني من غير ما توزعيها في مصر. مصر المفروض انها اكبر سوق في الشرق الاوسط كله، يمكن استهلاكها من اي سلعه يساوي استهلاك كل البلاد العربيه. طب انت تقترح عليا ايه؟ البورصة، مفيش قدامك الا البورصة. طب دي مفيش اي خطورة عليا فيها؟ بصي طبعا في الاول هبقى معاكي خبرة وانا كمان هبقى معاكي، وعموما يعني مش لازم في الاول تشتغل بمبالغ كبيرة. خلاص يبقى لازم تفهمني كويس قوي بقى في حكاية الاسهم دي. انا هجيب لك كل اخبار الشركات اللي بتتعامل في الاسهم وهقول لك نشتغل في انهي نوع من انواع الاسهم. انا متشكرة قوي يا ابراهيم بيه، بجد من غيرك مش عارفه كنت ممكن اعمل ايه. ما تقوليش كده يا زهرة هانم، انت موصي عليكي بني ادم ليه افضل كبيره جدا عليا، ده وعدني اني ارجع مصر من غير ما حد يقول لي تلتي بتلاته كام. اللي قولي صحيح، انت بقالك قد ايه عايش هنا؟ يا بقالي 11 سنه انا ومراتي واولادي، وغادي خلاص بقوا مخوجات للاسف، نسيوا حاجات كتير متصله بمصر كان نفسي فعلا يفضلوا متمسكين بيها. انت هتقولي انا برضو في يوم من الايام كنت متجوزه واحد وعايشه معاه في بيروت، على قد ما كنا مبسوطين وبنحب بعض بس حسيت برضو ان انا اتخنقت من البلد هناك، كنت عايزه ارجع مصر باي شكل. بس برضو صعب تحس الاحساس اللي بقوله لك الا بعد ما تعيش الغربه زي كده سنين طويله. ده ترافالجر الميدان ده اللي كان مشهور بالحمام، كانوا الناس تقفوا ياكلوه كده. بتاع الافلام ريحه النسيان، ده لازم كل افلام تتصور هنا. غريب قوي التمثال ده. واللي هناك ده المتحف العالمي، دوت من المعالم الاساسيه لازم الناس تشوفها هنا برضه. هو معمول للفن الحديث يعني. بص النهارده هنا كمان. طبعا. يا ماجد انت ما تتصورش هي بتحب ولادها قد ايه. سافرت وخدتهم معاها. الحاج فرج عمل المستحيل عشان ياخد ابنه ما امكنش ابدا. قالت له ولا كنوز الدنيا تساوي ضفر رجله. طب انت يا طنط ما تعرفش هي سافرت فين؟ ما اعرفش يا حبيبي، ما اعرفش، لو اعرف انا كنت قلت لك،
لان انا عارفة ان زهرة ما حبتش حد من الرجالة اللي اتجوزتهم الا انت. يعني هي من يوم ما سافرت ما اتصلتش بيكي؟ لا ازاي، دي يوم بعد يوم تتكلم تطمن عليا. ولا فوزي؟ فوزي ده سافر لها النهاردة. اهو فوزي ده بقى اللي كان ممكن يقولك هي فين. بقى هو ما قالكيش انت عن مكانها، هيقولي انا؟ والله يا ابني انا ما يهمني هي في البلد دي ولا دي، انا كل اللي يهمني ان انا اطمن عليها، اطمن على اولادها. اصلك انت ما تعرفيش يا طنط ابني وحشني قد ايه، نفسي اشوفه، خصوصا ان هو برضو ابن زهرة اللي ما حبيتش حد في الدنيا زي ما حبيتها.